لفلافة. مين بقى معانا؟ يلا اشتغلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. قوم لايك لايك بصي لايك بصي لايك. الأغاني خلصت قلنا نسجل كلمتين بسرعة قبل الأغاني ما تخلص. والعشم والملح اللي بينا اننا بصوا احنا مش متخاصمين. احنا بس مش متخاصمين يا جماعه. هي كانت عندها يا جماعه انا ما بعيط والله ما بعيط. لافا لافا اديها لايك. صدفه صدفه اديها لايك اديها لايك. يلا بتاعتي سجلات اديهم لايك. يلا لايك لايك كبير كبير. طيب بيجيبوا لنا الاكل بقى. هوريكم بقى السفره اللي مروه جايبها لنا. صح مروه اللي عزماني النهارده؟ صرفه صرفه مكلفه يعني. مكلفه مكلفه يعني. البنت دي كدابه هي اللي جايبه. يلا ربنا معانا هي البنت دي اللي عزيبه. اقول لك ايه مروه انت هتاكلي من عند الصبح؟ انا طلبت الورق العنب ما كانش فيه بس جاب لنا لها يعني لو عايزين. قال خلاص على سوا. وطلبنا عكاوي وطلبنا حمام كده اللي هو احنا اول ما جينا كنا هنشد معاهم بسبب كنت لقيت واحد جاي من بره. اي يا عم انت ما تعرفش مدام صدفه ومدام مروه دول صحاب مكان. احنا معروفين في كل حته. احنا معروفين فيموس 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 فيموس. مفيش كلام يعني. ايوه احنا ناس مؤثره مؤثره. لايك صدفة لايك. ايش رايك فيه؟ بدأت الأبع يا جدعان. إن شاء الله ناكل هناكل تلوش. اشربي اعمل اخويا يا لافا لافا. انا لسه عند الكلام. الاكل حلو بس حراق. الاكل حلو بس حراق. المره اللي فاتت ما قلتش وحش قلت الاكل حلو بس عيبه ان هو مشطشط وما عجبنيش عشان هو مشطشط. صح يعني الفلفل الاسود زياده شويه. لا انا ما بحبش الحراق خالص فعشان كده بالنسبه لي انا حراق. بالنسبه ليهم عادي خالص بالف هنا بس برضه هاكل. عجبني وجميل وتحفه. ما خدتش لايك. حط لايك عشان خاطره وعشان خاطرها. وحلو بس حراق. صدفة لعب البيضة مع مروة. لبست جاكيت لافا لافا بنتي. صدفة دين بوس. طيب لافا لافا مش عايزه تبوس حد ومش طايقه حد ومش طايقاني. عايزه واحده من دي. عايزه واحده. زي ما قلت لكم يا جماعه الاكل حلو قوي عنده بس عيبه حرقه شويه. الناس بقى حرفت الشطه يجوا هنا بقى يبسطوا اخر انبساط. اللي محمد اخويا بيحب ياكل هنا قوي. قول لي يا سلام بيحب الاكل الحراق. وحسن بيحب برضه الاكل الحراق ساعات. انا ما بحبش الاكل الحراق عشان كده بس عندهم دلوقتي اتبسطت. الاكل مش حلاق قوي زي كل مره بس بجد حلو. المحشي ما كانش حلاق ولا ورق عنب ما كانش حلاق خالص زي المره اللي فاتت.
كان حلو جدا، والكفته رائعه رائعه مش حرقه خالص، دي كانت حلوه قوي. وايه تاني؟ الملوخيه حلوه، كله جميل وجميل وكله يتبسط. ونجيب لها لعبه بابا، عايزه ايه يا دوب؟ عايزه من دي نجيب لها واحده من دي. رني علي لافا لافا، بص مروه جابت لها ايه، وريهم. رنوا عليا يا جدعان، حد رن عليا بالشاي شويه تليفون. طب استنى بقى، استنى بقى حضرتك، يعني استنى حضرتك، هتلاقيه وقع تحت. التليفون حاطاه في الكرسي اللي ورا بتدور عليه جنبها. عايزه اشغل لها اغنيه ترقص. عايزه اقول لكم اليوم كان لطيف النهارده، كان لطيف عبد الحميد. واحد كده غير سحن وغير خلق. ايوه هو في شحله سحنتي انتي معلمه. صدفه اديهم لايك، هاتي لايك، هاتي لايك كده. وريهم اللايك ازاي. لايك يا ماما، لايك يا قلب ماما. بص الجاكيت حاطاه بتاعها، الجاكيت بتاعها حاطاه على دماغي. اصلا لقيت مروه الصبح بعت لي رساله، جهز نفسك عشان هعدي عليك، اللي هو خبط لزق كده، ان كذا مره نرتب ان احنا نخرج وما نخرجش. فجت صدفه كده قالت لي البسش نعدي عليك. انا كنت في الشارع اصلا تحت، كنت قاعده تحت، لقيتها بعت لها اللوكيشن. هنمشي على طول ولا شمال؟ زي ما انت طوالي. اوكي انا ماشيه مع اللوكيشن بتاعي. اللوكيشن بتاعي تخيل بيقول لي ايه؟ بعد 500 متر اصعد كوباري مش عارف كوباري. الراجل بيتكلم بال اهلا وسهلا ازيكم يا فندم. هلا والله. اتفضلوا معانا يا جماعه، اتفضلوا معانا يا جماعه على كوبري. خش يمين بقى. اكيد ايه اكيد نوصل لحد بيتي وما تقدرش تطلع. خدتها صخ سليم ورجعتها صخ سليم. يا حسن يا حسن تعالى استلم مني. يرضيكم ما تقدرش تطلع، تيجي لحد ما تقدرش تطلع. الساعه دلوقتي يا جماعه 9:30 بالليل. لا تلت. على موصل المقطم من المنطقه اللي عندها اكون على 11:30 بالليل. طب ينفع بالله عليكم الكلام ده؟ ده ايه يا ماما؟ ده احنا بيتنا بيت ابو الكرم يعني. يا ماما احنا الكرم اساسا من واحنا في الشارع اساسا يا جدعان، اتعزمنا واحنا في الشارع والله العظيم، من واحنا في الشارع رحبوا بينا والله. طب ايه؟ لا انا بجد فرحانه جدا كنت معاكم النهارده، جمهور صدفه العريق. لايك ربنا ما يكرمنا منكم. لايك عندي عائله علم مروه وعلم مروه. لا تعالوا هنكمل لكم عندنا برضو، احنا عندنا شويه كده هناك يعني. بصي بدعم نفسي بنفسي عشان تعرفي يعني. بقيت الفيديو لو عندنا في علم مروه ما تنسوش تحطوا لايك، لايك وشير وسبسكرايب لصدفه وعلم مروه. اي خدمه عشان تعرف. الاكل كان حلو جدا النهارده. انا ما بقولش اكل الصبح وحش، بقول ان هو مش هتشط شويه، بس النهارده ما كانش حراق. لا يعني هو الفلفل الاسود زياده شويه، بس انتوا قولوا لهم مش عايزين الحاجه لا اللي سبايسي. بيحبوا السبايسي ياكلوا سبايسي. بس الكفته ما كانتش حراقه ولا السجق. لا خالص في مشكله بس. مراتك اهي انا جبتها لك لحد عندك. سلام اهو يلا. ها؟ خدتها منك صخ سليم ورجعتها لك صخ سليم. هو انت مأجره عجله؟ صدفه لهم لايك. لايك يا بابا. لايك يا بابا. يلا باي باي. مع السلامة يا جماعة. شوفكم على خير بإذن الله.